عبرت جمعية النساء الصحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بلاس بالماس عن إدانتها لما تعرضت له ليلى سرغاني من طرف المحامي محمد طهاري وزوجته فاطمة الزهراء الإبراهيمي، معربة عن رفضها لتعرض الرضيعة ابنة ليلى ومحمد طهاري للحرمان من الرضع عقب ولادتها مباشرة. وأعلنت الجمعية من خلال بلاغ توصلت شوف تي في بنسخة منها تضامنها المطلق مع ليلى، معربة عن استعدادها لمساندتها حتى تحصل على كافة حقوقها، كما ناشدت مختلف هيئات المجتمع الوطني والدولي لتوفير كافة أشكال الدعم للضحية ليلى وابنتها لأنها تعيش في وضعية نفسية مزرية. ودعت الجمعية الهيئات النسائية والحقوقية لمزيد من التعبئة وتكثيف الجهود من أجل وقف استغلال النساء جنسيا، مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق محمد طهاري والجهات المعنية بتسوية الوضعية القانونية للطفلة.